في بداية سهرتنا بدنا نرحب بضيفنا القادم من القاهرة خصيصاً للمشاركة ببرنامج الليل مفتوح، الفنان خالد زهكي. أهلا وسهلا فيك بلبنان وبالليل مفتوح. أهلا وسهلا فندم. وبالفنانة ألين خلف، أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا وسهلا وبالصحافي فيك خالد. وبالصحافي سليمان أصفهاني من مجلة التحرير، أهلا وسهلا فيك سليمان. مرسي. أستاذ خالد، لما يقطع على ذكر اسمك بنرسم دايماً بالذاكرة صورة الشاب المهذب القلق الرقيق الطيب الخجول. مين المسؤول عن تحديد شخصية خالد زكي بالتمثيل بهالإطار؟ وهالشي بدنا نقول حال شوي دون الوصول لنجومية سينمائية لخالد زكي. أنا هقول لحضرتك، يعني الكلام ده كان زمان من فترة طويلة، يمكن لأنه البداية كانت سنة 77 تقريبا. ال4 5 سنوات اللي في البداية كان كلهم معظمهم أدوار رومانسية وأدوار فيها طيبة وقيم ومثالية وحب ومثال، يعني رومانسيات كبيرة يعني. فده خلى الناس بينطبع في ذهنها أنه التركيبة دي قريبة للشخصية يعني. إنما الفترة اللي بعديها أنا قدمت بقى أعمال كثيرة جدا خلال ال15 سنة اللي فاتوا، كلها مختلفة وبعيدا خالص. حتى أنا دلوقتي لو بيجي لي شغل في طور المثالي والخجول الرومانسي بعتذر عنه، بعمل معظم الأدوار كلها أدوار جديدة، مش عايز أرجع تاني أخش في الدايرة بتاعت الفتى الطيب. طيب قد ايه هالصفات قريبة لشخصيتك الحقيقية بالحياة؟ ايه الاحراج؟ يعني نقدر نقول بنسبة 50% يمكن، 50% كويس. حل وسط. عشان بس يعني ما نبقاش حل وسط. بالإضافة للصفات اللي انذكرت عنك الخجول الطيب، لأي مدى وسامة خالد زكي لعبت دور مهم في تحديد أدواره التمثيلية؟ لا أنا هقول لك، يعني أنا ضد تماما إنه الشكل يبقى مؤثر في، بس هو مؤثر. يعني هو بيلعب دور في اختيار نوعية الدور، تركيبة الدور، إنما ما بيلعبش دور في إنك أنت بتفرضي نجاح أو بتحققي نجاح يعني. الشكل بيفرض عليك انك انت الطبيعي، انك بيفرض عليك انك انت ما تخرجيش في من اطار معين، بس هو الكويس انك انت تكسري هذا الحاجز وتبتدي تعملي ادوار الناس ما توقعوكيش انك انت تعملي فيها. وده يمكن معظم النجوم بيعملوه يمكن في الفترات الاخيره بالذات يعني. فهو ما حددنيش الشكل، ما بيحددش اطلاقا يعني. لكن بأول خروج لإلك عن الدور المعتاد لخالد زكي لدور الشرير، نجحت وحققت جائزة أحسن ممثل عام 1983. كان هالدور الشرير يمكن ميزك عن الأدوار البقية أو عمل لك نقطة معينة في حياتك؟ لا، ما أنا زي ما قلت لحضرتك يعني إيه، في الفترة بتاعت البدايات كان لابد إنها تكسر، ويمكن كانت أول جايزة بحصل عليها في حياتي كان سنة 83، كان سهرة اسمها حب بلا ضفاف، كنت أنا وسارة الحكيم، كانت إخراج مدام إنعام محمد علي. السهرة دي ليها قصة أصلها الحقيقة يعني. أنا يمكن سنة 80 اتعرض عليا دور من الأدوار اللي هي الشريرة يعني، بالمعنى مش شر يعني، إنما دور مكروه، مش قريب لقلب الجمهور، فاعتذرت عنه. وحتى يعني اعيد الدور ليا تاني، فاعتذرت مره تانيه عنه. وبعدين اكتشفت، لان المسلسل نجح نجاح كبير جدا، واكتشفت ان انا كنت غلطان. انا كنت خايف اعمل هذه الادوار في البدايه، وخاصه ان رصيدي في البدايه ما كانش كبير، فكنت خايف اعملها يعني عشان ما افقدش حب الناس. فاكتشفت يمكن بعد المسلسل ما اتعرض ونجح هذا النجاح، اكتشفت ان انا كنت غلطان جدا، وان انا لابد ان انا الاقي تركيبة قريبة من الدور ده عشان أخرج بيها من الإطار اللي احنا كلمنا عليه، الرومانسي المهذب المثالي. فوجدت السهرة دي ومسكتها بإيدي وسناني يعني. لدرجة أن أنا كان عندي مسلسل بيتصور في اليونان، اعتذرت عن المسلسل عشان السهرة.
كانت نقلة كبيرة جدا في حياتي. ومن بعدها بدأت بقى في تنويع الأدوار، وخرجتني من حاجز كنت قعدت 4 5 سنين بحاول أخرج منه. بعديها عملت بقى سلسلة كبيرة خالص من الأدوار، ويمكن كانت وش خير عليا لأنه كانت فاتحة للجوائز، وأنا يمكن الجائزة الأدبية أفضل عندي بكثير جدا من ملايين الجنيهات يعني. مع كل تنوع الأدوار أستاذ خالد، عادة بالليل المفتوح بناخد رأي العالم بالضيف الموجود معنا، بنشوف الجمهور اللبناني شو رأيه بخالد زكي على الشاشة قدامنا إذا بتحب. ده يسعدني، أتمنى بس يكون رأي كويس. لا شك. يا رب. شو رأيك بالفنان المصري خالد زكي؟ خالد زكي هو فنان شاطر وممثل قوي، شاب كتير حلو، بعدين بيمثل كتير منيح وبحبه. بذكر من أفلام وفيلم مذكورين مع نشأ فتحي. أهلا وسهلا فيه بلبنان وبكل الممثلين المساروي، بنحبين نشوفه بالأفلام، بتمنى له النجاح الدائم، نتأمل يعطينا شيء جديد على طول. أستاذ خالد، أكيد كمان عرفت معنا الليلة بالسهرة الفنانة ألين خلف. طبعا يسعدني ويشرفني معرفتها. عرفنا هلا على بعض. أول مرة بتشوفها لألين. إن شاء الله دائما بيتم لك. رح تروحي على مصر شيء؟ أنا على طول بشوفه على التلفزيون على أساس. أنا بشاور لك برضه. لو بتعمل لي هيك. هلا تعرفته شخصيا، إن شاء الله بتلتقوا كمان بمصر وبلبنان. إن شاء الله بإذن الله. ألين، بنحب نسألك بسهرتنا أكيد سؤال تقليدي، تخبرينا عن أعمالك الجديدة وشو عم تعملي حاليا؟ طبعا أعمالي الجديدة مثل ما نزل الكاسيت بساط الريح يعني، وعم نحضر له كليبات هلا تصويرية، وهلا كل شيء جديد كمان على الطريق، تحضير كاسيت جديد، إنتاج شركة جديدة كمان على الإيفرست، وكليبات جديدة. ساندريلا طرب هو لقب ألين. نعم. بقى هلا ساندريلا طرب، أستاذ خالد رح تسمعنا أغنية من أغانيها الجديدة. يا ريت. يا ريت نسمعها سوا. طبعا. يلا تفضل.
بفكر فيه على بشبع من التفكير خالد. أثناء حديثك ذكرت أنه سنة 83 كانت محطة كتير مهمة مع جائزة أفضل ممثل. بعد هالمحطة كل شيء يمكن تغير، لأنه الجائزة هي سيف ذو حدين مثل ما بيقولوا، من جهة بتقيم الفنان بتعطيه حافز للتقدم، إنما من جهة أخرى بتجعل أعماله أصعب. برأيك الجائزة بحياة الفنان لأي مدى بتدفعه للأمام؟ يعني مهما قلت لك مش حاضر حتى اوصف قد ايه بتدفعه للامام وبتخليه يبقى قلق، بتخليه يبقى حريص على ان هو كل خطوه يخطوها يبقى حاسبها بدقه شديده. الجائزه زي ما قلت قبل كده افضل من ملايين الجنيهات، وعشان الانسان يبقى حريص عليها ويحترم ما يقدمه للجمهور لابد ان هو يختار بعناية شديدة، وده يمكن زي ما قلت بيؤثر على كم الأعمال اللي بيعرضها. أنا شخصيا مؤمن قوي أنه الواحد لو عمل عمل واحد مؤثر أفضل بكثير جدا من أن يعمل 10 أعمال وتمر مرور الكرام يعني. صحيح. فالمهم أنه العمل يبقى خطوة جديدة للأمام، المهم أن العمل يكون مؤثر، المهم أن الإنسان يحترم ما يقدمه للجمهور حتى يظل دائما عند حسن ظن الجمهور يعني. صحيح. طيب استاذ خالد، سنة 83 كانت بداية العنقود، بعدها ما هي الجوائز يلي عندك اياها اليوم برصيدك الفني واللي حصدتها؟ هو طبعا الجائزة الكبيرة جدا حب الجمهور دي يعني نمرة واحد لا يضاهيها أي جائزة. إنما أنا سنة 86 خدت شهادة تقديرية عن مسلسل شهد والدموع. سنة 88 او 89 خدت جائزه تقديريه اخرى عن مسلسل جاء الاسلام بالسلام. سنه 93 خدت احسن جائزه احسن ممثل في مهرجان التلفزيون الدولي كان عن مسلسل انسه كاف. سنه 94 ايضا خدت جائزه احسن ممثل من مهرجان التلفزيون عن مسلسل زمن الاقوياء. ان شاء الله الى الامام. يا رب يا رب. عفوا يعني. تدخل صغير هون استاذ خالد. أيه. كل الاعمال اللي قمت فيها اكثر من قد ايه عددهم تقريبا؟ 30 40 عمل في مسيرتي كلها؟ أيه. لا في المسيره كلها اكثر من 150 عمل تقريبا. 150 عمل تقريبا. انت بتعتقد بس الجوائز والشهادات اللي عددتها هن اللي بيستحقوا، ولا في اعمال بتستحق ما
هو ده سؤال وجيهي قوي الحقيقه. انا هقول لك، انا من بدايتي خالص من سنه 77 لم اسعى اطلاقا للانتشار بقدر ما سعيت الى الاختيار. يعني كل عمل عملته انا بحبه جدا لانه كان وليد اختيار وليس لمجرد الانتشار فقط. فالكل قريب الى قلبي وان اختلفت درجات نجاحها يعني. انما في بعض الاعمال بتبقى محطات في حياه الواحد، يعني زي ما قلنا حتى لا يختنق الحب محطة، الشهد والدموع محطة، الداء محطة، كل الأعمال اللي خدت جوائز دي بتبقى محطات شديدة جدا. في بعض المحطات الأخرى يعني مش شرط إن كل عمل الواحد بيحصل عليه على جائزة فيه، زي ما بقول لك الجائزة من مهرجان أو من مسابقة شيء، وجائزة الجمهور شيء آخر. فكل عمل بينجح بيبقى في حد ذاته جائزة، أنا بعتبر كده يعني. أستاذ خالد أو أبو تامر، شو بتحب نقول لك؟ الاثنين. خلينا نقول أبو تامر. من فترة جرى بمصر مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تحت عنوان المبدعون يلتقون، وكان لك مشاركة بحضورك فيه، كيف كان تقييمك له؟ المهرجان طبعا كان ناجح، نجاح عظيم جدا، كان من حيث التنظيم أو من حيث الأعمال المشاركة كانت على مستوى كلها عالي خالص. وأنا الحقيقة بقول إن المهرجانات دي شيء مهم وحيوي جدا بالنسبة للفن عموما. المهرجان أولا فرصة للالتقاء وتبادل الآراء وتبادل الخبرات ومعرفة كل طرف من الأطراف على أحسن وأحدث ما وصل إليه الطرف الآخر. المسابقة الموجودة في المهرجان دي بتؤدي إلى تنافس، والتنافس بيؤدي إلى التجويد والأجود، وكل واحد بيحاول يقدم أقصى ما عنده في كل المجالات، سواء تمثيل، إخراج، كل فنون الـ الدراما يعني. فبالتالي بنرتقي بالعمل الفني، وفي الآخر في النهاية هو المكسب أولا وأخيرا بيبقى للسادة المشاهدين لما الأعمال بترتقي. فالمهرجانات دي شيء حيوي وخطير جدا، وانا بتمنى انه مش كل سنه بس يبقى في مهرجان، انا بتمنى انه كل سنه يبقى في عشرات المهرجانات عشان يبقى في تنافس مستمر طوال العام، ويبقى في ارتقاء بالمستوى الفني باستمرار يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ خالد، تلفزيون المستقبل كان له حصه بحصد عدد من الجوائز بمهرجان القاهره، شو رايك هلا نشوف لقطات من المهرجان؟ طبعا الف مبروك، وانا كنت عايز اقولها والله. انما الف مبروك، وبتمنى لتلفزيون المستقبل كل التقدم والنجاح المستمر في كل عام ان شاء الله. شكرا، بشوفكم على السكرين. يا ريت. الجائزه الفضيه برنامج الليل المفتوح تلفزيون المستقبل لبنان. الميداليات أحسن إخراج للمخرج رشيد كينج عن برنامج الليل المفتوح تلفزيون المستقبل لبنان. والجائزة الذهبية فيلم كي لا ننسى إنتاج محطة تلفزيون المستقبل لبنان. جوائز دراما الأطفال المسرح، الجائزة الذهبية لمسرحية كله من الزيبة تلفزيون المستقبل لبنان. للمرة الثانية ذهبيتان في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، ومعهما أيضا فضية وميدالية ذهبية لأحسن مخرج، انتصار ثاني يحققه تلفزيون المستقبل في أقل من 3 سنوات. ولليل المفتوح في المهرجان جائزتان بعد أن منح أوسكار مجلة نادين أيضا لأفضل برنامج منوعات لعام 95. مش قصة ذهبية أو فضية، قصة معنويات حلوة، إنه تلفزيون بعمر صغير بس عم يثبت نفسه خاصة بمهرجانات فنية كبيرة ومهمة مثل مهرجان القاهرة الإذاعة والتلفزيوني. أنا سعيد جدا بتواجدي بلبنان الحبيب إلى قلبي وإلى قلوبنا جميعا،
وبشكر تلفزيون المستقبل انه وجه لي الدعوه للمشاركه في برنامج الليل المفتوح، وبتمنى لتلفزيون المستقبل من كل قلبي كل التقدم وكل النجاح. بالنسبه لمهرجان القاهره للتلفزيون والاذاعه، الحقيقه حقق نجاح ضخم جدا من حيث التنظيم ومن حيث السوق المقامه بالمهرجان والمسابقات، وكانت الحقيقه نتائج عظيمه، والاعمال المشاركه كانت اعمال كثيره جدا وقيمه جدا وعلى مستوى رائع، ولذلك فالجوائز كلها لها قيمه كبيره لانه الاعمال كلها كانت ذات قيمه. فلما بيحصل اي متسابق او اي تلفزيون على جائزه بيبقى لها قيمه اكبر واكبر واكبر. ايضا بمناسبه حضوري وقدومي الى لبنان وزيارته في تلفزيون المستقبل، عضو لجنه التحكيم في مهرجان القاهره للاذاعه والتلفزيون ورئيس تحرير مجله ساتلايت جايد الاستاذ مودي حكيم، حشاركنا بكلمه حول دور لجان التحكيم والاسس اللي تبعتها بالمهرجان، وبالتالي حشاركنا بتسليم الجوائز للفائزين فيها من التلفزيون. انا بعتز باني قضيت احلى سنين عمري في لبنان، ومع الاسف تركت عام 76، ولبنان بتحمل في نفسي الشيء الكثير. احنا سعدنا بقناة المستقبل من حوالي سنة ونص وهي بتبث البث التجريبي بتاعها وبدايتها، وتابعنا عملها، وهناك سر انا بفشي بيه، افشيت ليه للاستاذ علي جابر اثناء لقائي معه اليوم، أرجو أن لا يكون للنشر، وهو أن إحنا انبهرنا في لجنة التحكيم بكل الأعمال اللي كانت مقدمة من قناة المستقبل، وكان من الصعب أن إحنا نختار أو ما نديش الجائزة الأولى والثانية والثالثة لقناة المستقبل. كنا سعداء في لجنة التحكيم بالأعمال التي قدمت، ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كان سعيد أن تكون أعمال قناة المستقبل من ضمن الأعمال اللي موجودة فيها. مرة تانية بهني قناة المستقبل، ونرجو في العام القادم أنهم ياخدوا الجائزة الأولى والثانية والثالثة بإذن الله. تحياتي للجميع. جائزة ذهبية لأفضل عمل مسرحي للأطفال لمسرحية كله من الزيبق، كتابة ونص أحمد قعبور، إخراج مسرحي للأستاذ فايق حميصي، إخراج التلفزيوني للأستاذ عمر مشرفية، جائزة ذهبية بسلمها للأستاذ مودي للأستاذ أحمد قعبور. يسعدني بهالمناسبة أعلن عدم ترشيحي للانتخابات النيابية. الحقيقة فكرت بالموضوع بس في سبب واحد منعني، سبب بسيط بالنسبة للناس ولكن سبب خطير بالنسبة إلي. كنت ترشحت بس لو الأطفال بينتخبوا، بس للأسف ما بينتخبوا، وأنا واثق لو بينتخبوا الأطفال ما بينتخبوا إلا الزيبق. شكرا. كي لا ننسى 30 دقيقة عدوا وأخرجوا ربيع الشامي، عبد الله البني، زهدي النصار، نعمي نعمي، وناصر فقيه. إنتاج أو منتج منفذ عالم الصباح إيهاب حمود وأكرم الزعتري، إنتاج تلفزيون المستقبل 96. جائزة ذهبية بيستلمها أستاذ إيهاب حمود والأستاذ ناصر فقيه والشباب. الجائزة الفضية لأفضل برنامج منوعات الليل المفتوح بيستلمها منتج المنفذ للبرنامج أستاذ بسام حليم. أستاذ خالد بيستلمها. الجائزة الأخيرة وهي الميدالية الذهبية لأفضل مخرج برنامج منوعات، وخاصة فاز فيها رشيد كنش عن برنامج الليل المفتوح، بيستلمها بالنيابة عنه مدير دائرة العمليات في تلفزيون المستقبل عمر مشرفية، واللي شارك بصناعة الانتصارات في عدة برامج منها كله من الزيبق اللي كان يخرج التلفزيون. بيسلموا إياها مدير دائرة الإنتاج أستاذ وئام السعيد. أليين، كنتي من أولى المطربات اللي أعادت تسجيل الأغاني القديمة بصوتها، مين أعطاك هالفكرة؟ ما
حدا أعطاني هالفكرة، بس أنا من صغري بحب الأغاني القديمة، الأغاني المصرية. شو رأيك؟ والله ده حاجة يعني جميلة، وأنا سعيد خالص بالكلام حلو ده. لا هي اللهجة المصرية كتير مؤدبة، يعني ما بعرف كيف بحسها أنا. ربنا خير. قريبة صحيح، قريبة كتير وسلسة. لا بعد نفسي بداري على خالد. بس هي فكرة إعادة الأغاني القديمة الحقيقة فكرة كويسة خالص. مظبوط، لأنه حتى دلوقتي حتى في المسابقات اللي بتتعمل والاستفتاءات اللي بتتعمل، أنا مش ضد طبعا الجديد يعني، أكيد، إنما في المسابقات اللي بتتعمل الأغاني القديمة، عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهم كثيرين، كله عم بجدد، بيكسبوا أحسن توزيع وأحسن أغاني حتى الآن يعني. ففكرة التجديد دي فكرة يعني أنين كانت فكرتك هي؟ إيه كانت فكرتي طبعا. في بعض المشجعين لإلي طبعا، مثل الأستاذ الكبير الأستاذ جورج إبراهيم الخوري طبعاً، اللي هو كمان نصحني إنه عيد القديم احيي جديد. بقى انا لبيت فكرته وبلشت باول غنيه اللي خلتني احبك، اللي ليلى مراد. ليلى مراد، الست ليلى مراد الله يرحمها. يعني انا كان شرف كبير لإلي انه ادي هالاغنيه، وكنت خايفه كثير يعني وقت اللي كنت باستوديو عم بحط صوتي انا والفرقه لايف دغري، يعني ما بعرف شو كان شعوري طبعا، انه هذا الشيء كثير عظيم. والست ليلى مراد يعني اعطت وامجدت وابدعت، يعني صعب كثير انه مطربه جديده من الجيل الجديد اللي طالع تقدر تأدي هذا اللون بشكل فظيع مثل ما هي مقديته. بس الحمد لله نجح. انا كنت عايز اسالك سؤال برضو، هل الاغاني الجديده القديمه اللي اعطيها هل بتوزيع جديد او بشكل جديد في كشكل جديد ولا لا؟ هي لحن هو ذاته، كلام هو ذاته، بس بتوزيع الجديد يعني ايقاع اسرع شويه. موسيقى شوي حديثه اكثر. طب ليه ما حاولتيش انك انت تعمليها شكلا يبقى في اطار جديد؟ يعني لو الواحد بيفكر يعني، مثلا لو جيت فكرت ان انا اعمل، لو انا مطرب يعني فكرت ان انا اعيد تجربه قديمه، هفكر ان انا اعملها بشكل جديد يضيف وما يعملش مقارنة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا الاغاني زمان كنت كان الواحد بيقف قدام الميكروفون بغني وبيغني. هلا دلوقتي انا ممكن اعملها ان انا اعملها بتركيبة، في دلوقتي في استعراضات، في اشياء كثيرة جدا ممكن تصاحبك وتتعمل بشكل جديد، زي الفيديو كليب مثلا. مع ان انا في اغاني كتير خالص في الفيديو كليب انا مش راضي عنها، لانه الاخراج بتاع الفيديو كليب بتاعها بيبقى مخالف تماما حتى للي بيتقال، بيبقى حاجات قطعات سريعه جدا طبعا في اغاني كويسه قوي، انما كثير من الاغاني الفيديو كليب بتبقى ما منظمه بين هون وهون خالص يعني ما فيش ترابط بين الشكل الصوره، انما انا بقول لا تتعامل بحيث انه يبقى هناك ترابط وهناك هارموني بين الصوره واللي بيتقال. لا نحن عملناها مثل ما انت عم تحكي، الاغنيات اللي جددتها انا يعني احييتها بشكل جديد يعني. يعني ابدا اغنيه قديمه هي، بس فيها شيء جديد، حس الجمهور انه في شيء جديد. بس تبع الاغنيه لليلى مراد بس بصوتي انا الجديد. شوفها بشي حفله اول حفله على طول. قالين بنظرك هالشيء قد ايه بيساعد بتطوير الفنان هالشيء، يعني واحد يرجع يحيي انا هو الاغاني وقفوا على نجاحي صراحه. يعني اكيد من بعد غنيتي او لك رقه قلبك اللي حبيتها العالم واللي عملت لي اسم لإلي ببداية أعمالي، بس ليه خلتني أحبك عطيتني هواية سوري هوية هوية ولا ما هي هوية عطيتني هوية لا قالين خلف يعني شيء فظيع صدقيني. طيب شو يعني صوري إنه صار يجوا من أستراليا أسترالي شو بني أنا اليوم؟ لا ما عليه مهضومة بالعكس طلع منك هيدا دليل عفويتك. شو صار لي؟ ولا يهمني. لا صحيح صار يجوا من أستراليا مثلا يقولوا لي إنه غنيتك هونيك ضاربة وعم يسمعوها العالم ويا لطيف. حتى بمصر بإحدى المقاهي الليلية كمان صاروا يحطوا لي خلتني أحبك. والله هيك خبروني قبل كم يوم. انا عم بجيب له
لا بدبي كمان او بابو ظبي، يعني انا رحت من خلال هالاغنيه عملت حفلات بدبي وابو ظبي. والله العظيم ده حاجه ان شاء الله قريبا بمصر عندكم ان شاء الله باذن الله تنور ويسعدنا خالص طبعا يعني. طيب شو رايكم هلا نسمع يا صبابين الشاي للمطربه طروبي اللي هلا رح تحييها ألين خلف؟ تفضلي. ليش لا؟ Thank you.
استاذ خالد، اخترت التلفزيون طريق اساسي لإلك ودفعت ثمن بعدك عن السينما، ليه كان هالاختيار؟ لا هو مش اختيار، هو ده سؤال الحقيقه سؤال ملح، ويعني باستمرار بتساله انت فين من السينما. هو التلفزيون يمكن اتاح لي الفرصه لتقديمي، واتاح لي الفرصه للالتقاء بالجمهور، وفرصة الاختيار في التلفزيون كانت أكبر من فرصة الاختيار في السينما. يعني الأعمال المقدمة في التلفزيون كانت ليا، كان عندي إمكانية أن أنا أختار الأحسن، إمكانية أكبر. إنما بالنسبة للسينما يمكن زحمة التلفزيون في الأول واللي عرض عليا من السينما كان أقل شوية من اللي كنت بقدمه في التلفزيون، فبالتالي كنت بعتذر اعتذارات كتير، والاعتذارات في السينما بتعمل بعض الحساسيات يعني. فأنا مؤمن قوي برضو أنه لما الواحد يحقق نجاح في مجال، إن ما كانش المجال الآخر هيحقق فيه نجاح أكبر ويضيف له جديد، فينتظر لغاية ما يلاقي الفرصة الكويسة ويلاقي الدور الكويس ويلاقي العمل الكويس اللي يقدمه بشكل جيد في السينما. إنما مش عشان أشتغل سينما أعمل أي حاجة لمجرد التواجد في السينما، ده مش مظبوط يعني. طيب ما بتلاحظ أستاذ خالد أنه الفنانين الممثلين المصريين من جيلك اللي اتبعوا او اللي مشوا بطريق الافلام السينمائيه حققوا شهره اسرع من خالد زكي؟ ما هو انا زي ما بقول لك النجاح سهل، انما الاحتفاظ بالنجاح والاستمراريه هي اللي صعبه. يعني انا مؤمن قوي برضو زي ما قلت انه كلما الواحد خطى خطوات بطيئه وواثقه كلما كان المستقبل ليه وكلما كان افضل يعني. انما في ناس حققوا بطولات سينمائيه وهم كانوا كويسين وبالتالي استمروا تلفزيونيا. دلوقتي كل معظم نجوم السينما بيتجهوا للتلفزيون، كل نجوم السينما تقريبا بيتجهوا للتلفزيون. فاللي بيحقق بطولات سينمائيه وبيحقق نجاح سينمائي جيد او تلفزيوني جيد وبيستمر، ده ليه؟ لان عنده موهبه وعنده قدره وعنده تنميه لذاته يعني. انما الومضات اللي بتطلع وبتختفي بعد سنه او اتنين، ده معناها ان هو لا يصح في الاخر الا الصحيح. فبالتالي الواحد ما بينزعجش من حاجه، لانه كل ما الفرصه السينمائيه بالذات يمكن تاخرت كل ما بيكون افضل، لاني مؤمن قوي انه كل ما بيمر الزمن كل ما الواحد بيزداد خبره بيزداد ثقه لموهبته، وبالتالي لما يلاقي فرصه سينمائيه جيده جدا هيقدر يثبت فيها نفسه بشكل جيد يعني. يعني استاذ خالد من حكيك انه كل ممثلي السينما اليوم عم يتجهوا للتلفزيون، فينا نفهم انه في ازمه سينما اليوم بمصر؟ لا هي مش ازمه بمعنى الازمه، نعم. انما يعني عدد الافلام المنتج كان اقل، نعم.
بس ده انا رايي الشخصي ان هو افاد السينما كثيرا جدا، ده في فتره كانت ماضيه. دلوقتي السينما ان قلنا ان كان هناك ازمه سينما يعني، نعم، فكانت فتره ماضيه، دلوقتي ابتدت تنفرج بشكل جيد جدا. وانا رايي الشخصي ان ده كان ليه تاثير جيد بالنسبه للسينما، لانه شبه الازمه اللي حصلت للسينما خلت الافلام دون المستوى تلفظ. دلوقتي ما بقاش غير الفيلم الجيد، والكل يسعى الى انتاج الفيلم الجيد، الى تمثيل الفيلم الجيد، الى اخراج الفيلم الجيد، لان الفيلم دون المتوسط او حتى دون الجيد غير مقبول وملوش اي مكان. فبالتالي دلوقتي حتى ان كانت السينما بتنتج عدد اقل انما اجود بكثير جدا، وده شيء كويس يعني. وعندنا السنه دي والسنه الجايه في يعني بلان كبير قوي وانتاج كبير سينمائي ان شاء الله يعني. ان شاء الله خير. ان شاء الله باذن الله. ألين، اذا طلبنا منك عمرك. عمري الفني. عشان ما تنأذي. لا مش مشكله، يقول لك قد ايه عمرك الفني؟ اوكي خلاص بلا احراج. ما اقوليهم من غير ترتيب حتى. اول شيء عمري 22 سنه. العمر كله. وعمري الفني تقريبا سنتين ونص 3 سنين. طيب عمر الفن من اول ما خلقت انا اصلا. يعني الفن بحبه من صغري بدمي، بحس حالي بحب غني، بحب ارقص، بحب قلد، شو بحب مثل. يلا بركي بصير في مشروع مشترك. العمل الجديد قليل معك على طول. ايه دغري. اول ما هبقى مطرب حاجة. على الفيديو. شهناز قلب لنا حدا. لا مش هلا، محضورة بعد الحلقة. لا حدا. طيب ألين، بنظرة سريعة لهالماضي الفني الصغير، حققت ألين خلف محطات فنية مهمة بحياتها، شو رأيك نحكي عنها؟ اوكي ليش لا؟ حققت بحياتي يعني أنا بعدني عم بطلع سلم درجة، يعني يمكن حققت شي جزء بسيط لإلي، بس بعدني بالبداية، يعني بعد ما حققت كل أحلامي. تقلك إياها بمختصر هيك. مختصر بعد هالشي جديد. بكفي الجمهور عم بحبني وعم بحب لي صوتي وعم بشجعني أكتر وأكتر حتى ضل أعطي أعمال ناجحة. مثل ما سبق وذكرتي انك غنيتي الوان متعدده، بنظرك انه الفنان لازم يحدد حاله بلون معين بيتطابق مع اوتاره وطبقته الصوتيه ولا ينوع؟ انا بحب التنويع اصلا، وما بيمنع اذا الفنان عنده لون معين هو بحبه، بتتعود عليه العالم، بتسمع له يعني بتتعود عليه شو بيغني. بس حلو التنويع، حلو الواحد يغني لبناني ومصري وخليجي وشو بيجيب صوته ويغني. بتحب الطرب الكلاسيكي القديم؟ طبعا اكيد. انا غنيت ذكر وسبقنا وقلنا انه غنيت لست ليلى مراد، اللي خلتني احبك واسال عليا. طيب شو رايك لكن هلا ننتقل سوا لبرمانه عند ديوان الحازم ونشوف فرقه الطرابيش مع باسم عثمان اللي نال الميداليه الذهبيه بنجوم المستقبل؟ ليش لا؟ استاذ خالد، بعد حديثنا عن السينما والتلفزيون بيدفعنا السؤال عن المسرح. بعد 15 سنة جيت لحتى تخطي الخطوة المسرحية وتوقفت، هل لأن شروطك صعبة أم لأنه الإنتاج دون المستوى المطلوب؟ لا، هو ما فيش شروط صعبة ولا حاجة، بس يمكن الكلام اللي أنا قلته في البداية عن التلفزيون والسينما والاختيار انطبق على المسرح. في الفترة اللي فاتت كان في اعتذارات كثيرة في السنوات الماضية يعني عن المسرح. السنة دي يمكن لقيت نص جيد وكنت فعلا زي ما حضرتك بتقول هقدمه، بس يعني في الاخر اختلفنا شوية في بعض الامور يعني. ف ما كان دخل الانتاج ابدا؟ لا ما يعني مسرحية اجلت شوية ما تمتش يعني، فاختلفنا شوية فاضطرينا ان احنا نأجل المسرحية لغاية ما الامور كلها تبقى منضبطة، لانه الخطوة المسرحية بالذات لابد ان تحسب مئات المرات قبل ان يخطوها الانسان، وخاصة ان انا يمكن من سنة 81 ما عملتش مسرح. انا عضو اساسا المسرح القومي في مصر يعني، انما الرواية الجديدة انا اعتقد انها ممكن تبقى خطوة كويسة قوي بالنسبة للمسرح، وخاصة انها فيها
تغيير جلد ولون جديد خالص يعني. فإن لم تكن مدروسة تمام وبتكون على أقل تقدير على الورق بتحقق نجاح على الورق بنسبة 80-90%، فلابد أن تؤجل حتى نتأكد من ذلك يعني. أستاذ خالد، بغض النظر أنه 50% من شخصيتك هي مهذبة ورايقة والخمسين التاني ما بنعرف شو هي. لا هقول لك حاجة يعني، أنا قلت 50% كده بس عشان أرد على السؤال، إنما أنا بيتهيألي إنه اللي الواحد بيتعامل معاهم هم اللي يقدروا يحكموا على الإنسان أكثر يعني بس ال 50 التانية هيئتها مرعبة، ما خبرتنا عنها يا فندم. 50 التانية هيئتها مرعبة. دراكولا. لا والله أنا ما حد أنا حددت بس يمكن 50% عشان أمسك العصاية من النص، عشان السؤال اللي سألته لي شاهناز كان صعب ان انا اجاوب عليه، لانه زي ما بقول لك دايما الانسان ما بيعرفش يتكلم كويس عن نفسه، الاخرين ومن خلال تعاملاته مع الاخرين هم اللي بيقدروا يحكموا عليه يعني. انا ممكن اسالك انت شايف ان انا ايه يعني؟ طيب عمول، بغض النظر عن الخمسين الثاني يعني واضحه، رح اقول انا انه بالمسرح بمصر يقال انه الارتكاز على الكوميديا وبيتبعوا الرقص والغنى، ويقال برجع بقول انه هالشيء منه متوفر عند الفنان الممثل خالد زكي، بقى انت شو رايك بالموضوع؟ لا مش كل المسرح بيعتمد على الرقص والغنى. الكوميديا. الكوميديا مش كل المسرح بيعتمد على الكوميديا يعني. مسارح الكوميديه اللي بتقدم اللون الكوميدي شيء، وهناك مسارح اخرى بتقدم الوان جاده، وفي مسارح بتقدم تراجيدي، وفي كل الالوان. بس حضرتك ممكن تأدي الكوميديا. انا عامل حاجات كوميدي، عامل 3-4 حاجات في السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي فاتت يعني. حاجات كوميدي لسه بس ما نزلتش. كوميديا موقف، الكوميديا ليها فنانينها، الكوميدي الفرس ليه فنانينه، انما الكوميديا الموقف انك تبقى اللايت اللي بنسميها يعني، ومن خلال موقف جاد تبقى فيه كوميديا، دي بتبقى حاجه زي نجيب الريحاني معظم شغله كان كوميديا موقف، من خلال الموقف وهو في منتهى الجديه كان بيضحك الناس. انا عامل حاجتين ثلاثه بقول لك، 4 حاجات يعني كوميدي بس لسه ما نزلتش. انما بالنسبه للمسرح ما بيعتمدش اساسا على الكوميديا، ما بيعتمدش اساسا على الرقص، ويمكن بعض المسارح الخاصه، لانه المسرح الخاص الربح التجاري فيه مهم جدا يعني، فاحتمال بتبقى في بعض الاستعراضات في بعض الاغاني، انما لابد ان تحتملها المسرحيه. صعب جدا انك تبقى عندك نص ولا يحتمل ان يكون هناك مطرب او استعراضات وتحط فيه استعراض او مطرب، هيبقى مقحم، هيقلل من الرواية المقدمة يعني، وبالتالي يمكن هتقعد لها شهر شهرين وتروح. انما كل الروايات اللي موجودة في روايات كتير قوي بتقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، دي الروايات كلها ناجحة ومعتمدة على كوميديا ومعتمدة على استعراض ومعتمدة على موقف ومعتمدة على كل الاشياء دي يعني. استاذ خالد، اذا بدنا نقارن شوي بين التلفزيون من جهه والسينما والمسرح من جهه اخرى، مش بس عربيا حتى عالميا، اذا حكينا عن هوليوود حتى، يلي بيفرق السينما والمسرح هو شباك التذاكر، البوكس اوفيس، يعني بالدرجه الاولى الجمهور هو بيقصد الفيلم مش الفيلم بيجي لعنده. وبالتالي هذا عمل مشكله هي النجوم او جون بريمير ام ستار سوبر ستار. بنظر حضرتك مشكله التلفزيون واعتكافك عن السينما له علاقة بهالموضوع بالنجومية بالإقبال الجمهور والعكس؟ لا إطلاقا، زي ما أنا شرحت في الأول، أنا مؤمن قوي إن النجم نجم، النجم نجم، نجم التلفزيون، نجم السينما، نجم وبعدين ما فيش حاجة اسمها نجم سينما ونجم تلفزيون. أنا في رأيي الشخصي يعني ممكن النجم اليوم بالذات في ممكن أقول نجم مسرح، نعم، إنما نجم السينما بيبقى نجم تلفزيون، ونجم تلفزيون بيبقى نجم سينما لما بيتاح له دور جاي في السينما يعني. كل نجوم، من غير قطع حديثك يعني، كل نجمات السينما الحاليين نجوم تلفزيون. ليلى علوي نجمة تلفزيون، إلهام شاهين نجمة تلفزيون، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كلهم نجوم تلفزيون أساسا يعني. فليس هناك فرق بين نجم السينما ونجم التلفزيون، النجم نجم.
انما نقدر نقول ايه، نقدر نقول انه المسرح بيختلف، لان المسرح بيحتاج لتركيبه معينه ونوعيه معينه من الممثل. يعني ممثل السينما والتلفزيون يقدروا الاثنين يشتغلوا في نفس المجال، يعني ممثل السينما ممكن يشتغل تلفزيون، وممثل التلفزيون ممكن يشتغل سينما، انما ممثل السينما او التلفزيون مش بالضروره انه يشتغل مسرح. المسرح عايز امكانيات خاصه تانية خالص، حتى الحضور بيصير مختلف، حضور وصوت واداء حركي واشياء كثيره جدا. نعم. ومش بالضروره برضو ان ممثل المسرح ينجح بالتلفزيون او السينما، انما الاثنين بالذات السينما والتلفزيون مرتبطين ارتباط شبه كامل. وان كان يمكن دايما الناس بتقول انه السينما طبعا ليها بريق خاص طبعاً. عشان المهرجانات، وعشان السينما ليها استمراريه، لان الفيلم بيقعد بتشوفيه بعد 100 سنه وبعد 50 سنه، فليه استمراريه. التلفزيون المسلسل بيتعرض مره وبعدين ممكن يتعرض مره ثانيه بعديها بكام سنه، انما ما فيش الاستمراريه بتاعه السينما. انما في حاجه نقطه خطيره جدا، ودي يمكن اللي بتخلي الواحد يراجع نفسه مئات المرات حتى بالنسبه لاختياره في التلفزيون، اختيار الاعمال يعني، انه لو فيلم سينمائي فشل ما بيسقطش الممثل، لو خمس افلام سينمائيه فشلت لممثل ما بتسقطش الممثل، ممكن يكمل. انما التلفزيون مسلسل واحد يفشل ممكن يقعد ممثل سنتين ثلاثه ببيتهم ما يشتغلش يفشل. بس هذا بيعكس بينقض فكره النجوميه الموجوده دائما. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، انه المهم نجاح العمل. في التلفزيون اخطر وسيله، النجاح فيه نجاح مبهر، الفشل فيه فشل ايضا يعني فبيبقى خطر جدا، خطر جدا. انما السينما انت ممكن يفشل لك فيلم واثنين وثلاثه وتمشي. عدد الناس اللي بتتفرج على السينما وعدد الناس اللي بتتفرج على التلفزيون، انت في التلفزيون بيتفرج عليكي مش 100 مليون، لا بيتفرج عليكي مئات الملايين، دلوقتي بالذات في الاقمار الصناعيه بيتفرج عليكي مئات الملايين. السينما بيتفرج عليكي في كل سينما لو حسبتيها، هتبص تلاقي لو عدد سينمات قد ايه، والسينما كومبلي قد ايه طول النهار والليل، والمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة مش هتيجي. بس الفيلم بيرجع بينعرض على التلفزيون وأمرار خمس سنين. لما بيرجع يبقى رجعنا تاني، قلنا إن التلفزيون أهم وسيلة من ناحية الانتشار، من ناحية النجاح، ومن ناحية الخوف من الفشل العمل، لأنه فشل عمل في التلفزيون ده معناه فشل كبير قوي بالنسبه للفنان. يا فندم عم ننبسط نحن كمان على نص التلفزيون احسن. طبعا انا ما بنقولش احسن يعني، انما احنا بنقول انه انتشاره اوسع واكثر تاثير واكثر حساسيه. السينما زي ما قلنا هي استمرارها وبريقها ده شيء مختلف تماما. وبعدين دلوقتي بالنسبه حتى للتلفزيون، السينما كانت بتتميز تميز كبير جدا قبل كده بالمهرجانات والجوائز. نعم. التلفزيون دلوقتي بقى في مهرجانات وبقى في جوائز وبيتعمل يعني مهرجان التلفزيون الاخير اللي اتعمل والمهرجانات اللي قبله، مهرجان التلفزيون الاخير اللي كان في القاهره الدنيا كلها كانت بتتكلم عنه. صحيح. وحقق نجاح يعني اكبر من اي مهرجان سينمائي، فما هيش قاعده يعني. نعم صحيح. استاذ خالد رح ننتقل نحن وياك لليل بيروت نتعرف سوا على مطعم عراقي، كيفية تحضير سمك المسكوف، عندك فكرة عنه؟ هلا بتتعرف عليه أكثر وبنسمع سوا غناء عراقي مع المطرب غالي جبيلي. ألين قبل ما أتوجه بسؤالي لإلك، من شوي استاذ خالد أخذ دور المحاور وصار يسألك أسئلة، شو رأيك هلا أنت تاخذي هيدي المبادرة وتسألي ليه ما أخذت الغناء؟ ليه ما أخذت الغناء؟ صحيح. لا انا هقول لك يعني هو الغناء بيبقى متطلب طبعا قدرات خاصه يعني. صوتك مش حلو يعني؟ هو مش حكايه صوتي مش حلو، هو بالتاكيد مش حلو، بس بس ايه ممكن يكون الودن موسيقيه. فانا ممكن اغني لو طلب مني ان انا اغني في مثلا في مسلسل او في مسرحيه. يعني المسرحيه اللي انا كنت عاملها دي كان فيها غناء، كنت بعمل فيها ست اغاني
غني لنا غنية منه. صعب يعني. إنما طيب مثلا إنما غناء درامي يعني موظف دراميا يعني, إنما مش طرب يعني, مش هطرب, مش هخلي الناس تقول الله, لا إنما ممكن غناء درامي بأداء يعني. إذا بحب تفصيل, أنا عندي لك حال سوري قديم, أنت خبره إنه أنا كنت بحب غني كتير قبل أنا صغير. بقى كل يوم أبصر حالي عم بحيي حفلي وأنا عم بغني والعالم عم تزقف لي. مرة جربت عن حقيقة, شفت البنات شو بيقولوا تفسر بالقلم وبقيت وحدي. لا بس نحن بنوعده لأستاذ خالد إذا جرب هلا يغني مناومه ما حيتفسر بالقلم. ما جربت مثلا تغني لبنتك الصغيره او لابنك؟ لا, هو انا هقول لك يعني, انا في بعض الاحيان يعني بيطلب مني ان انا اغني لو بحضر حفله معينه. هلا سمعتك عم تغني مطربين هلا سمعتك عم تغني ولا مره كنا سوا؟ لا مش دلوقتي يعني, لو لا مش 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 دلوقتي, مش على الاغنيه دي, انما في بعض المطربين اصدقائنا او المطربات وهم بيغنوا ساعات في اي حفلات, ساعات ممكن يطلبوني اغني, عارفين ان انا بحب ادندن يعني, بس كودن موسيقيه, انما كغناء صعب يعني. انما عملت غنيت كذا مره في حفلات. معقول الدندن؟ مش شايفه كل الجروح دي؟ لا يمكن قليل اذا غنت بدندن. ما ايه ليش لا؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ لا مش أغني يعني عايزه الناس دي كلها تقفل. على كل حال انا سمعتك عم بتغني خلص. شو رايكم نوصل لحل وسط تدندنوا مع بعضكم مقطع؟ لا انا ممكن, انا هقول لك يعني, انت ممكن تغني وانا اسقف لك بعد ما تغني. ممكن اغني لك انا حته صغيره خالص بس ترد عليا فيها, ايه رايك؟ يلا اوكي قبل طيب بعطيك الميكرو. دي كانت نهايه خالد زكي. عنوان جديد يا محمود. طيب خلاص هغني لك حته لسيد مكاوي. اوكي ماشي. اوكي تفضل الميكرو. لازم اكيد بروفيشنال اكتر. بدنا نشوف. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مسا. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي, يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي, ده الغالي علينا غالي. الغالي علينا غالي. الغالي غالي علينا غالي. الغالي علينا الغالي علينا غالي, والعمر حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله لبنا كويسة. نجحت سلم التم يعني. ما معيش الفرقة لو كان مع الفرقة. ألين بعد ما سمعنا هالصوت الحلو. نعم. نرجع بالحوار لإلك. أداة الصحافة والإعلام اللي هن كتير مهمين بحياة الفنان وبيعطوه دعم وبيخدموه كتير, أداة لعبوا دور بحياتك؟ أهم شيء الصحافة والإعلام مثل ما حضرتك حكيتي, وكلهم ساعدوني حتى وصلت لهون وشجعوني. والصحافة كتير مهمة كمان بحياتي مثل ما ذكرت, وقلت كمان الاستاذ جورج بهيم خوري اول شيء اللي اعطاني لقب سندريلا الطرب, وكلهم كانوا منيح بحقي. قالين اكيد مثل ما عم تقولي انه في ايجابيات, طبعا في سلبيات. نعم. بالوسط الفني احيانا في مؤسسات اعلاميه بتجرب تحطم الفنان, ولكن الفنان ما بيضعف وبيرجع بيقاوم بيكسب المعركه. نعم. شو بتقول قالين خلف هالشيء؟ طيب اذا حطم فنان وحطم ثاني فنان وثالث فنان, طب شو بده يبقى له بعدين؟ صح. مين بده يبقى له؟ اذا بده يحطم الفنان الناجح بيبقى له الفنان المش ناجح, انا بهيك بعتقد يعني. اكيد. بعدين الفنان الناجح ما بيتحارب, بضل مستمر بعطائه, ومؤسسه ما فيها تحارب فنان, الجمهور هو اللي بيقيم الفنان, هو اللي بيعطيه. طيب الشائعه قد ايه بتلعب دور سلبي بحياة الفنان وبتأذيه؟
الشائعة هي شيء مهم أنا بعتقده بحياة الفنان، يعني لو ما هو مهم ومشهور ما بيطلعوا شائعة عليه. ألين شو رأيك بعد ما سمعنا أستاذ خالد بلا فرقته الموسيقية؟ نسمع هلأ مقطع صغير من ألين خلف على الميكرو بلا فرقة. أوكي نغني يا مسافر وحدك. ماشي تفضلي. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. آه يا مسافر وحدك، آه مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. دعني يا دموعها، دموعها بتتكلم. دعني يا دموعها، دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. شكرا. ده الشغل المظبوط. مش تقولي لي غني. استاذ خالد، القلق عنوان رئيسي بشخصيتك الحقيقيه، هل سببه هو الخوف الدائم من الفشل؟ وانا سمة من سماتي القلق. مظبوط يعني، بس ما نقدرش نقول سببه الخوف من الفشل، بس مش السبب الرئيسي، انما الى حد كبير جدا بيشكل جزء كبير من القلق عندي، لانه يمكن انا طماع شوية في حتة حب النجاح يعني، فببقى بهتم قوي وبركز قوي، وزي ما بقول ممكن ابقى محتاج لفلوس عشان اشتغل، عشان فلوس مصاريف ومليون اشياء كثيرة يعني، انما برفض وبأصر على الرفض اذا ما كانش في عمل جيد، وده برضو ناتج ان انا مش عايز اعمل عمل و يفشل او يكون نسبة نجاحه ضعيفة جدا يعني. فمما لا شك فيه انه بيشكل جزء كبير من القلق اللي عندي. يعني استاذ خالد اسم الله عليك بتغني وبتقدم حوارتها لقالين سبع الكرات. اختيارك لمهنة التمثيل كان اكيد اختيار ترددت وقلقت وقت لتاخده. لا، هو الاختيار القرار ان انا اخد الخط ما ترددتش فيه، لان انا كنت املي من وانا صغير جدا ان انا امثل. وبعدين انا هحكي لك حادثه وانا في ابتدائي، كان عندي مثلا 10 سنين يعني، من حوالي 18 سنه ولا حاجه فاتوا كده. سن وصر. مثلت في المدرسه على المسرح القومي. كان دايما المدارس زمان بتاخد مسرح من مسارح الدولة وبتعرض عليها حفلتها السنوية. فكنت بمثل في المدرسة في رابعة ابتدائي على المسرح القومي. البنت اللي كانت بتمثل قدامي يومها كنت عامل طبيب وهي عاملة مرات الطبيب. فالبنت البنت اللي كانت بتمثل قلت لها يا سلام، الواحد نفسه في يوم من الأيام
يشتغل ويقف على المسرح زي الممثلين الكبار ما بيعملوا يعني. وتشاء الأقدار إن أنا بعد يمكن 15 سنة أو 12 سنة مثلا أو أكثر تتحقق النبوءة أو يتحقق المطلب اللي الواحد طلبه أو الدعاء اللي الواحد دعاه، وأتخرج من معهد التمثيل وأخذ ليسانس تمثيل وإخراج وأتعين على نفس المسرح القومي وخشبة المسرح اللي أنا اشتغلت عليها في ابتدائي. فيعني النية كانت مبيتة من زمان وكان الأمل كله مبيت من زمان، لأن أنا أقدر أقولك يعني عاشق للفن مش التمثيل بس، أنا بعشق التمثيل، بعشق الإخراج، بعشق المونتاج، كل فروع العمل الفني بحبها جدا وبحاول دراستها بلا استثناء باستفاضة كاملة عشان بتفيدني أنا في شغلي كممثل. يعني أنا الأعمال الأولى في حياتي يمكن قعدت سنتين ثلاثة في أول ما اشتغلت كنت بحضر كل مونتاج مسلسلات اللي أنا اشتغلتها عشان أعرف إيه هو المونتاج، عشان أعرف أشتغل إزاي، عشان أعرف إيه عيوبي في الشاشة المرة الجاية أبقى أحسن، عشان أبقى أعرف إزاي أتعامل مع الكاميرا بعد كده كويس، عشان أعرف كل حاجة بالنسبة للشغل. ثلاث سنين بحضر كل مونتاج أعمالي لأنه الواحد لابد أنه يتعلم، وكل سنة بيضيف جديد وكل سنة بيطور نفسه لغاية ما بينتهي عمره يعني. فبعد ما تخرجت من بعد ما خدت ثانوية عامة تقدمت المعهد التمثيل، وكان أملي ضعيف، أنا كان أملي طبعا بس كان أملي ضعيف لأنه كان بيتقدم مثلا 1500 أو 2000 شخص وبياخدوا منهم 10 أشخاص، فتقدمت وامتحنت وكنت فاقد الأمل الحقيقة. وبعدين فوجئت بأن أنا في التقديم كنت طالع الثالث على دفعة المتقدمين، فكانت سعادة غامرة بالنسبة لي، ووالدي كان شجعني جدا الحقيقة لأنه كان من كان معك بالدفعة هيدي؟ دفعتي أنا كان فيها أحمد راتب وأحمد حلاوة ونيفين رامز وعزة كمال وفكري أباظة وسمير عبد العزيز وأحمد ماهر ومجموعة الحقيقة كبيرة، بس أنا يمكن لا تحضرني الذاكرة دلوقتي. إنما من ضمن الأشياء الحقيقة إن أنا ما صادفتش مقاومة في البيت، يعني أنا والدي ووالدتي شجعوني جدا، والدي الله يرحمه كان أمله في حياته إن هو يبقى ممثل، وفعلا مثل زمان على المسرح مع يوسف وهبي في مسرحية صغيرة كده، وبعدين والده وقف ضد ومنعه تماما من التمثيل زمان قوي طبعا، فكان عايز يعوض بالظبط، كان عايز يعوض اللي كان عايز يعمله بالظبط، فشجعني جدا، فكان كان القرار قراري وكان ما لقيتش فيه اي معارضه، والحمد لله. عارف لما الواحد بيدخل حاجه وهو حبيبها وهو امله ان هو يحقق فيها شيء فبيبقى حتى كدراسه، انا ايام المعهد 4 سنين في المعهد يمكن ما زوغتش محاضره لان حاجه بحبها وعايز اعرفها كويس، وعايز اعرفها مش بس لمجرد ان انا انجح في امتحان او اجيب نمر كويسه او تقدير كويس، لا انا عايز اعرفها عشان انا، عشان تفيدني وعشان لما اجي اشتغل في السوق وابقى محترف تفيدني، وفعلا فادتني جدا. طبعا شغل الاحتراف والتعامل بالنسبه للكاميرات بيختلف شويه عما درسناه صح، انما انت بتحاول بتعمل يعني ايه بتقرب الامور وعشان تبقى مظبوط يعني. وبعدين الدراسه بالنسبه للممثل شيء مهم جدا، سواء بقى تخرج من معهد التمثيل او لم يتخرج، يعني ممكن يكون في ممثل موهبه او ممثله موهبه وبتشتغل، انا رايي الشخصي انها لابد او انه لابد يدرس ويدرس تمثيل ويدرس الحاجات اللي بتتاخد في معهد التمثيل، لانه احنا بناخد علم نفس وبتاخد تاريخ وبتاخد اشياء كثيره جدا بالنسبه للفن، يعني من خلال ده يقدر الشاب الجديد او النجم الجديد او الوجه الجديد ان هو لما يقرا سيناريو يقدر يفهم ايه اللي ورا الكلمات، يقدر يفهم ايه ابعاد الشخصيه اللي هيعملها، يقدر يخرج الشخصيه من على الورق عشان يقدر يقدمها للجمهور.
يقدر يبقى عارف من غير ما حد يقول له، يبقى عارف هو الملابس شكلها ايه بتاعت الشخصيه، الاداء شكله ايه، حركاته شكلها ايه، بيتطلب ايه، الاكسسوارات بتاعت الشخصيه شكلها ايه، علاقاتها بالاخرين، كل ده ممكن يكتسب بالخبره لو الانسان واعي جدا، ممكن يكتسب بالخبره بس بيكتسب في سنين وسنين وسنين. انما ليه طب ما نعمل دراسه الى جانب الموهبه ونقطع شوط كبير جدا بحيث ان الواحد يقدر يبقى لما يشتغل شغل يقدر يسد فيه، لما يسال اسئله فنيه يقدر يجاوب عليها بشكل جيد يبقى انسان فنيا كويس ومثقف وعنده موهبه جيده. ده كله محسوب، وحتى ده محسوب في اجر الممثل. صح. استاذ خالد، بعد 20 سنه فن، ذكرت انك عاشق للفن بكل فروعه، نسمع عن ممثل مؤلف، عن مخرج مؤلف، حتى عن ممثل مخرج. حضرتك ما فكرت تترجم هالعشق بشكل عملي اكثر وتساهم بحل الازمه اذا انه في ازمه، وبالتالي تساهم بسيناريوهات ام تساهم انه توقف وراء الكاميرا اضافه للتمثيل؟ بالتاكيد فكرت تقوم بهالتجارب؟ بالتاكيد، يعني انا يمكن من اكبر طموحاتي اني انتج. الانتاج. وحتى ان لم يكن لي دور في العمل، يعني انا عايز انتج لمجرد ان انا انتج عمل فني متميز، وده يمكن اللي مأخرني. كنت ممكن انتج من فتره بس يمكن ده مأخرني لاني عايز يتوفر لي الامكانيات الماديه المناسبه لانتاج عمل فني متميز وضخم. اشخاص موجودين، اشخاص يعني كاتب سيناريو مهم في موجود براسك، ممثلين؟ طبعا بنبحث عن يعني بقرا حاجات كتير خالص عشان الواحد يلاقي فيها عمل جيد ينتجه. بقول لك سواء كان ليا دور ام لم يكن، لان يهمني جدا انه انتج عمل ينجح ادبيا، يا حبذا لو حصل على جوائز في مهرجانات، بحيث انه انا ابقى راضي عن العمل اللي انا قدمته، يبقى علامه في طريقك يعني. بس زي ما بقول يمكن لسه لم تتح الفرصه، لانه العمل اللي انا عايز اعمله مش عايز اكسب منه ماديا، انا عايز على الاقل يغطي ما اخسرش منه عشان اقدر استمر يعني. انما على اقل تقدير، وانا كنت يمكن بتناقش في المساله دي الظهر، على اقل تقدير ان هو يغطي تكلفته، والنجاح الادبي عندي زي ما قلت لك بيترجم لنجاح مادي. نعم. يعني نجاح العمل الادبي ودعايته وكل الاشياء دي والدعايه اللي بتصاحبه من نجاح، كل ده بيترجم ماديا، كل ده مكسب. طب. مكسب. ولو لو حاولتي تحسبيه بالفلوس هتلاقيه يقف عليكي اكثر من 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 الافات الجنيهات اللي انت ممكن تكسبيها يعني. علما في افلام ذات جوده فنيه ما بتاخد اي مكسب لا شعبي ولا مادي للاسف. لا ما بتبقاش محسوبه كويس. هقول لك حاجه، يعني انا رايي الشخصي انه العمل نمره واحد ورق، سيناريو وحوار. صح. نمره واحد. لو السيناريو والحوار كان على مستوى جيد، ويمكن انا قلت في قبل كده بشويه، قلت انه على اقل تقدير يكون الورق نسبة نجاحه 80-90%. لو كانت نسبة النجاح الورق اللي قدامك ده عالية جدا، فتأكدي، وطبعا اتحتي له فرصة بقى ان يكون في مخرج نجوم كويس ونجوم كويسين في ادوارهم، 100% هينجح، مش هيفشل. ممكن هنا تختلف درجات نجاحه، يعني ممكن انا اكون متوقع له ان هو ينجح بنسبة 90%، ينجح بنسبة 60 أو 70، بس نجح ما في فشل. انما مش ممكن اطلاقا تبقي محدده نجاح لحاجه وتفشل اذا كانت هناك عناصر، اذا كان الواحد لوجيك كمان مهم قوي. يعني ممكن انا اكون ما بفهمش واقول ده حلو قوي وانا ما بفهمش، انما لو كنت انا بفهم وقلت ده حلو قوي فاكيد بالتاكيد حي هوني دور المنتج، مش علي انا يعني، انا على اي واحد. نعم. خالد، محطتنا الاخيره هي الاسره، لو سمحت لنا نتطرق شوي للخصوصيات ونفوت على البيت نتعرف اكثر على العائله. لا اهلا وسهلا، تحت امرك، تفضلي حضرتك. تحطنا شوي بجو اسرتك، اولادك، عائلتك، زوجتك. طب حضرتك اساليني وانا اجاوبك. سين سؤال. سين سؤال. ايوه. هل الزوجه من خارج الوسط الفني؟ نعم. سين جواب. مراتي من برا الوسط. بتأيد الزواج من الوسط الفني؟
سواء من الوسط الفني او من خارج الوسط الفني فالمساله واحده يعني. هو المهم ان هم يبقى في التقاء في التفكير والتقاء في الاراء والعادات وربنا بيوفق. ربنا يسهل الاولاد. لا ربنا يوفق. ربنا يسهل يعني معناها ان في حاجه ثانيه جايه بس ما مش الاولاد. عندي ولد اسمه تامر وعندي بنت اسمها دينا. الله يخلي لك اياهم. قد ايه اعمارهم؟ بدك ما تقول احسن ما تكبر حالك. يعني انا قلت لك انا سني 28. هو عنده 18 وهي عندها 15. انا اتجوزت بدري، انا 8 سنين. طيب استاذ خالد، هل في حدا من اولادك بتحس انه عنده ميل ليفوت بالمجال الفني؟ هما الحقيقه الاثنين عندهم ميول فنيه. يعني على فكره انا ابني تامر صور معايا مره، جاي بيتفرج عليا في مسلسل اسمه عنبر من صفيح، كان قصه احسان عبد القدوس. فجه حضر معايا التصوير بالليل فاقنعوه ان هو يمثل، فداخل عمل مشهد. والله انا قلت له لا ما تمثلش، وبعدين رحت عملت مشهد، جيت لقيتهم محفظينه كويس خالص. وحمدي غيث كان موجود معايا في ال دليل بيسمع كلمتك منيح. لا انا ما جزمتش، ما قلتش لا يعني، لا انا قلت لا بس سبت سكه كده. فرجعت حمدي غيث لقيته بيقول لي هاي الولد بيأدي كويس قوي، وفعلا عمل المشهد. الممثلين اللي معاه كانوا غلطوا مرتين وهو ما غلطش، وعمل مشهد كامل من اول مره يعني. انما ميوله الفنيه ما هياش قويه قوي زي بنتي. يعني الحقيقه هي طلباتها اولا هي نقطه ضعف في حياتي بنتي. الله يخلي لك. هي بتستغل ده، والحقيقه يعني فهي عندها ميول فنيه جامده، وبعدين بتؤدي بشكل جيد جدا، وبتؤدي بطبيعيه، وبتغني وبترقص وبتضرب مزيكا سماعي، ووشها وتركيبتها فوتوجينيك يعني، ممكن تبقى بديت كويسه قوي يعني. بس لسه بدري. بس هتشجعها بعدين لو عايزه. اصل انت عارفه السن الصغير ده بيبقى ما بين يوم وليله، كل اسبوع بيبقى له راي. بس هي مصره، هي بقى لها سنتين مصره، هي يعني على طول بتقول يا بابا ارجوك لما اتخرج. انا قلت لها ما فيش اي كلام في المساله دي غير بعد ما تخلصي الجامعه. بعد ما تخلصي الجامعه اللي انت عايزاه انا هعمله لك. فهي قالت طول الوقت تقول لي ارجوك يعني لما اخلص تعمل لي فيلم، تنتج لي فيلم وكده. فانا بقول يعني لما بس تخلص ونشوف ايه هي هتكون لسه مصممه ولا لا، واذا كانت هتبقى مصممه على انها تشتغل والهوايه ما تلاشتش. فطبعا بالتاكيد انا بالتوفيق هدعمها. استاذ خالد، هل في حدا من اخواتك بشكله كمان امتداد لحلم الوالد بمجال الفن وبالتحديد التمثيل؟ لا هي لا، يعني انا ماليش غير اخ واحد دكتور عايش في امريكا من 30 سنه تقريبا. استاذ خالد، بما انك من مشجعي الوجوه الجديده، شو رايك بالوجوه الجديده اللي هلا على الساحه الفنيه بمصر، وخاصه انه عددهم كثير كبير؟ هو بالتاكيد الفرصه بالنسبه للوجوه الجديده دلوقتي افضل بكثير جدا من ايامنا ومن الايام حتى اللي قبلنا، لانه دلوقتي الانتاج غزير كثير جدا، والفرصه متاحه لاكبر عدد ممكن. في وجوه كثيرة من الوجوه الجديدة وجوه مبشرة ومبشرة بشدة يعني، بس ربما بلمس في البعض التسرع، عايزين يوصلوا بسرعة. أنا يمكن بحب أقول كلمة يعني، إنه الواحد يحب الشغل، يحب الفن، يحب التمثيل، ما ينخدعش بالاضواء، لانه الواحد لما بينجح له عمل بتبتدي الاضواء تسلط عليه، ويبتدي الناس كتير قوي يقولوا له انت عظيم وانت كويس وانت 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 وانت. اذا كان الانسان مش ذكي ومش حاسب خطواته مظبوطه وطريقه مظبوط، هينخدع وهيحس انه بقى حاجه كبيره قوي
من الأول وده بداية الفشل. لأنه أول ما الإنسان يحس بنفسه في ثقة، لابد أن يكون هناك ثقة، لكن الإحساس بالذات الزائد عن الحد وإنه يحس إنه بقى كويس قوي ده بداية الفشل. لازم الواحد يبقى حاسس إنه كل ما يخطي خطوة لسه له مليون خطوة، وكل ما بيقدم عمل لسه بدري جدا، وكل ما بينجح نجاح فبيحمله مسؤولية أكبر وبيطور نفسه أكتر ويثقف نفسه أكتر حتى آخر يوم في عمره. خالد زكي بأي خطوة؟ أنا بعتبر نفسي لسه في البداية. لا حقيقي حقيقي صحيح، يعني أنا حتى كنت تواضع أكيد عم تقول. لا صحيح والله، يعني أنا أحاول حقيقة حاجة، أنا قبل ما بخش أي عمل أول يوم تصوير ببقى عامل زي التلميذ اللي نازل رايح المدرسة وخايف من الامتحان حتى اليوم. اليوم؟ لأنه هو زي ما بقولك ده هو ده مستقبلك وهو ده حياتك، وبعدين أنت ما بتتخطبيش يعني لو واحد في شركة تجارية أو في شيء وخسر صفقة مش مشكلة هيعوض غيرها، إنما أنا بتخطب مع ناس وجمهور، الجمهور بيحب الشخص ده، فلابد إن أنا أبقى حاطط الجمهور ده في مرتبة عالية جدا، وخاف إن أعمل أي عمل يحس الجمهور إنه أقل مما أقدمه ليه، وأخاف إن أنا أعمل مشهد الجمهور يحس فيه إن المشهد ده لأ كان ياريت عمل كذا، فكل ده بيبقى فيه قلق. ليه؟ لأنه إحساسك بالناس بيخليك دايما عايزة تبقى كويسة وصورتك كويسة ونجاحك كويس قدامهم، وده كله زي ما بقول لك إذا كان الإنسان بيحس كويس بالجمهور وإذا كان الإنسان واعي وذكي. فلابد إنه لا ينخدع بالأضواء، لا يتعجل الشهرة، الشهرة ستأتي إذا كان الإنسان عنده موهبة، ستأتي عاجلا أم آجلا. بس سهل الشهرة دي من أسهل ما يمكن الشهرة، ممكن الواحد ينزل يتخانق مع واحد في الشارع ويضربه هيبقى مشهور وجرائد هتكتب عنه إنه، بس هيبقى وحش أكيد، هيبقى إنسان سيء. إنما هو إزاي إن أنا أبقى مشهور ومشهور المثابرة يعني الشهرة ممكن يبقى مشهور ومش محبوب، لا المهم انه يبقى محبوب، ودي يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما بتدخلش فيها لا دراسة ولا إنسان، الحضور والدخول إلى قلب المشاهد. الحضور ده من عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش بني آدم يقدر يتدخل فيه، احنا بنقدر نتدخل بأن أنا أنمي هذه الموهبة أطوحها بشكل جيد أتقدم من عمل إلى عمل، إنما الحضور لابد أن يكون موجود ودي مش بإيدينا، وطبعا في الآخر التوفيق والنجاح كله بيد الله سبحانه وتعالى. أستاذ خالد، عرفنا أنه الرياضة مهمة عندك بعد التمثيل، أي رياضة بتمارس؟ والله زمان كنت بمارس رياضات كثيرة جدا، يعني كرة قدم وسباحة وفولي وغطس وجمباز وجودو ومليون حاجة، وتنس طاولة وتنس. دلوقتي يعني اقتصرت على الجري والتنس للحفاظ بس على الجري ورا الأضواء بالظبط. يعني هو الجري سواء ورا الأدوار أو في التراك يعني، أو التنس يمكن خفيف، سباحة يعني بعض الشيء، بس هو للحفاظ على اللياقة، لأنه الممثل المفروض لازم دايما يبقى محافظ على نفسه بشكل جيد. يعني غير الرياضة أستاذ خالد، أوقات فراغك شو كيف بتمضيها وين؟ أوقات الفراغ بالنسبة لي أنا بقضيها باستمرار في النادي، مش شرط الرياضة، يعني في النادي أصدقاء، ممكن قراية، بحب أقرأ كتير قوي، وبقرأ معظم قراءاتي بتبقى فنية وفي تكنيك الشغل، يعني في زي ما قلت لك في المونتاج والإخراج والتصوير والحاجات كلها. بحب أسمع موسيقى، وبالتأكيد طبعا يعني الوقت الفراغ بحاول بقدر المستطاع أن أنا أعوض فيه عائلتي عن تغيبي الشديد يعني في أيام التصوير. بحب أسافر كتير، يعني ده تقريبا اللي معظم وقت فراغي بعمله يعني.
قبل ما تختم ماجدة بسأل ألين أنا هون شو بتعطي خالد زكي تاني 50% من شخصيته؟ تعرفت عليه بالحلقة. أبدا شخصيته كتير قوية وحلوة مثل ما بنشوفه على التلفزيون وأحلى كمان. ربنا يخليك يا ولدي، شهادة أعتز بها خالص. أستاذ خالد، بختام حديثنا وسهرتنا الحلوة الليلة، عرفنا إنه حتترك لبنان نهار الاثنين لترجع بعد حوالي 15 يوم بهدف عمل تصوير مسلسل، حابة أعرف التفاصيل أكثر من حضرتك. أنا إن شاء الله أنا بصور دلوقتي في مسلسل اسمه الدوائر المغلقة. ده قصة وسيناريو وحوار منى نور الدين وإخراج كريم ضياء الدين. بيشترك معايا فيه رغدة وفاروق فيشاوي ورانيا فريد شوقي وحسين رشوان ومجموعة ضخمة خالص من النجوم يعني. ده احنا بنصوره حاليا، يعني لما هنزل مصر ان شاء الله هكمل تصويره. انما بعد 15 يوم او 20 يوم في فيلم تلفزيوني ان شاء الله هصوره هنا، هتصوره كاملا ان شاء الله في مختلف عن عمل القاهرة. مختلف. فيلم جديد اخراج هاني اسماعيل. اسمه مؤقت، وجه وراء الزجاج. حتى يمكن الدور فيه جديد وعمل رومانسي ساسبنس بس بشكل جديد، يعني مش الرومانسية الحالمة، لا الرومانسية العنيفة شوي. اذا موفق استاذ خالد. يا رب ان شاء الله طلتك جديدة كمان تزيد من اسهمك اكثر من اليوم موجودة وعالية. هكل نتشكر حضورك بلبنان، واهلا وسهلا فيك ضيفنا بالليل المفتوح. سهرتنا انتهت، انما بختامها حابين نسمع اغنيه من زميلتنا الين خلف. شو رايك الين؟ تفضلي. بنحب نشكر الفرقه الموسيقيه الين، اذا بتذكرينا الاعضاء اللي عم يساعدوك. ايه طبعا، الفرقه الموسيقيه بقياده جوزيف كلاب على الاورج وعادل نصر الدين كمان اللي فاز طلع الثالث بالعزف على القانون كمان وشعروا على الطبلة انا كمان يعني بيهمني قبل ما نختم الحلقة ان انا اشكركم جدا على حسن الحوار وحسن الضيافة وكرم الضيافة، وبشكر تلفزيون مستقبل وبتمنى له كل النجاح وكل الخير ومن تقدم الى تقدم الى تقدم ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. تفضلي إلين.
ما يكون، لو لعيونك شاف عيون من أحلى وأجمل ما يكون. حرية البحر الأزرق ما بتقدر بيها حبات الغرام، حرية البحر الأزرق ما بتقدر بيها حبات الغرام. حرية البحر الأزرق ما بتقدر بيها حبات الغرام، حرية البحر الأزرق ما بتقدر بيها حبات الغرام. لأنه سحر عيوني جوات عيونك محفوظ، جوات عيونك محفوظ. Oh,